بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن يوسف الحليبي. طبعا أنا بقدم نصيحة بسيطة جدا لعشاق دراسة الميكروبات والطفيليات والأحياء بشكل عام، يعني لمحبين دراسة يعني الحشرات أيضا والمخلوقات الصغيرة. طبعا أنا شريت زجاجيات صغيرة جدا وممكن احتفظ فيها بنسب يعني سنة سنتين 3 سنين ولا يعني تنكسر، عبارة عن قوارير صغيرة جدا لحفظ العينات. وأنا أقدم لكم يعني لمحبين يعني دراسة الحشرات ممكن تشترون هذا النوع من هذه الشركة بالتحديد اللي يبي يطلب العينات بنسب كبيرة جدا ورخيصة. يعني أنا شريت أكثر من 3000 عينة تقريبا لأكثر من 500 تجربة جديدة. ويعني إذا كنت بتحتفظ في عينات صغيرة ولا تبي تكلف على نفسك يعني مبالغ كبيرة جدا، ممكن تشتري هذه العينات تحتفظ بالحشرات، بالعينات الأخرى، بالميكروبات، بالطفيليات. ممكن يعني تلقون طفيليات كثيرة جدا تحتاج هذه القوارير. طبعا مثل ما تعلمون أكثر من 2000 قارورة لأني استهلكت نسب كبيرة جدا منهم. وهذه الشركة وهذا الإيميل حقها يعني اسمها شركة سنيدي للتجارة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن أسعد الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.